الركن الثاني من أركان الإسلام. الركن الأساسي ركن إسلامياتي إقامة الصلاة. تجاري ميجي بكي. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الصلاة ولم يقل الصلاة؟ شما بيخبر ما صلى الله عليه وسلم قوم ميجي ركن يعني ميجي بكن. حتى نأتي بالصلاة قائمة. سوق أم مستقيمة على الوجه الذي أمر الله. سوق أم ميجي دوام لبكن يعني نقت النهب رب علمي مرة شاء أمرك اليوم يقصى بكن. بشروطها وأركانها وواجباتها. شرط يوفا ركن يوفا واجب يوفا أم ميجي خو تماما بكن. ولا نأتي بمبطل من مبطلات الصلاة. أم تشتكي ميجي خرف دكا مبطلي يعني باطلك ميجي خرفتكن أمام مبطلة ونين سال ميجي. فالذي يصلي بغير وضوء مثلا هذا ما أقام الصلاة. مثلا أو إنسانك بيدز مجميج دكا دمك يوم ميجي أخ ناكريه.